ومن بنغازي ينضم إلينا عبد العزيز الفاخري مراسل الغد. عبد العزيز، يعني لقاء معيتيغ مع طبعا عقيلة صالح ومناقشاته لميزانية موحدة هي من بوادر كبيرة لانفراجة الأزمة الليبية، فما هي الآلية التي اقترحها معيتيغ لتنفيذ توحيد طبعا الانقسام المالي؟ نعم أريج، بالفعل هذه الزيارة التي تمت اليوم لنائب رئيس المجلس الرئاسي السابق السيد أحمد معتيق وكذلك وزير المالية بحكومة الوفاق السيد فرج بمطاري إلى مدينة طبرق ولقائهم برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب، وجرى التباحث حول إقرار ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق في مدينة بريغا فيما يتعلق باعتماد التوصيات الأخيرة أريج فيما يتعلق بالميزانية الموحدة. وزير المالية بحكومة الوفاق والذي التقى بوزير المالية هنا في مدينة وزير المالية بالحكومة الليبية المؤقتة في مدينة بنغازي السيد مراجع غيث جرى الحديث والتأكيد على أن الميزانية الموحدة سوف تبدأ بعد أيام قليلة، وربما الآن نحن نتحدث عن انتهاء الانقسام في المؤسسات المالية لدى في الدولة الليبية لما يقرب الذي استمر لما يقرب عن 6 سنوات متواصلة. بعد هذا الإقرار بعد أن يتم اعتماد ريج الميزانية الموحدة سوف تحل عدة مشاكل ومختنقات كان يعاني منها المواطن في ليبيا، مثل ما ذكر وزير المالية بحكومة الوفاق السيد فرج بمطاري على أن أبرز هذه المشاكل التي سوف يلحظ ويلمس المواطن بشكل مباشر هذا تحسن في المستوى فيما يتعلق بمسألة توفير الكهرباء وكذلك فيما يتعلق بمسألة دعم قطاع الصحة خاصة أريج في مسألة مجابهة فيروس كورونا وكذلك فيما يتعلق بحلحلة مشاكل الضمان الاجتماعي وكذلك تعديل لائحة الأجور والمرتبات فيما يتعلق بمسألة التسويات المالية والتي استمر توقفها لما يقرب عن 5 سنوات، كذلك فيما يتعلق بالتعيينات أو الوظائف التي تم الإعلان عن تعيينهم عدد كبير من المواطنين الليبيين أكثرهم وأغلبهم هم من خريجي الجامعات على مستوى المنطقة الشرقية وكذلك المنطقة الغربية والجنوبية وكانت متوقفة طيلة 5 سنوات الماضية، سوف يبدأ إدراجها بشكل مباشر في منظومة الأجور والمرتبات خلال الفترة القادمة على وجه الخصوص. أيضا هذه الزيارة والتي تأتي أريج بعد 24 ساعة فقط من زيارة رئيس الحكومة الانتقالية السيد عبد الحميد البيبة إلى مدينة طبرق ولقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب وكذلك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح هي تأتي في إطار التهيئ والتجهيز والاستعداد لأن تكون الميزانية موحدة خلال الفترة القادمة حتى تستلم الحكومة الانتقالية وكذلك المجلس الرئاسي ميزانية موحدة على كامل الدولة الليبية. أيضا نحن الآن ننتظر ربما سوف يكون هناك بيان أيضا فيما يتعلق بهذا اللقاء وهذه الجزئية فيما يتعلق بجزئية اللجنة المالية الموحدة بعد أن تم الاعتماد رسميا الآن بعد هذه الزيارة من قبل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق وكذلك وزير المالية فرج بومطاري وكذلك وجود المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. بعد أن تم اعتماد هذه التوصيات ربما الآن خلال الأيام القليلة القادمة سوف تترجم إلى قرار وبعد ذلك يمكن أن نقول بشكل مباشر أريج أن أصبحت الآن الميزانية أو المؤسسات المالية السيادية في الدولة الليبية أصبحت الآن موحدة وهي في إطار التجهيز والإعداد حتى عبد العزيز الفاخري الحكومة القادمة وكذلك المجلس الرئاسي مراسل الغد على كامل الدولة الليبية. شكرا لك على كل هذه المعلومات.